الدعاء ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش أي حد بيدعي به إلا ربنا سبحانه وتعالى أتاه خيري الدنيا والآخرة. واستمع معي لهذا الدعاء إذا كنت تريد الزوجة الصالحة، أو تريد أن الله عز وجل يعافيك من الأمراض، أو تريد أن الله عز وجل يرحمك يوم القيامة. في يوم من أيام الله جل وعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة أحد أصحابه، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصبح مثل الفرخ، يعني بمعنى الحديث إن الشخص ده أصبح مريض جدا وهزيل، وأصبح كل جسده ضعيف جدا. فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم نظرة تعجب، وقال له: ما بك؟ يعني أنت كنت عندك صحة وصحتك كويسة وجسدك كان جيد، مرة واحدة أصبحت هذيل للدرجة الشديدة ديت؟ فما الذي أوجدك في هذه الحالة؟ قال: يا رسول الله، لقد دعوت الله عز وجل إن كان معذبني في الآخرة أن يعجل لي عذاب الآخرة في الدنيا حتى لا أعذب في الآخرة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الصحابي، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، وأمرنا الله عز وجل بهذه الدعوة في كتابه في أفضل فريضة فرضها الله عز وجل وشرعها لعباده، وهي فريضة الحج. عارف الدعوة ديت إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها في كل صلاة، وانصحك إنك أنت تدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ أنا عايزك إنك أنت تنشرها عندك وتحفظها لأي حد. فحسنة الدنيا كما قال العلماء ربما إن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك الزوجة الصالحة، أو ربما إن تكون حسنة الدنيا ديت ذرية صالحة أو أولاد صالحين يأخذون بيدك إلى يعني سبحان الله في الآخرة إلى الجنة، ويكون من حفظة القرآن الكريم، ويكون من أهل الله وخصته في الدنيا. وربما أن تكون حسنة الدنيا شفاء من الأمراض والأسقام والأوجاع فلا تهرم ولا تمرض بإذن رب العالمين. وربما أن تكون حسنة الدنيا أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك أرزاقا طيبة تغنيك عن مساءلة الآخرين. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به هذا العبد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله يعني سبحان الله حينما يفترغ من التحيات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكره الله عز وجل في سورة البقرة حينما قال الكريم جل وعلا: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا إن الله سريع الحساب. فما الذي يمنعك يا أخي الكريم أنك أنت تدعو الله عز وجل وأنت متيقن أن الله عز وجل سيستجيب لدعائك؟ فإن الله عز وجل لا يرد من دعاه. وكذلك أيضا هذه الدعوة التوقيفية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها أحد في حاجة، وما قالها أحد يخاف من شيء إلا أمنه الله عز وجل من هذا الشيء الذي يخاف منه. فقولها وأنت واثق في الله جل وعلا، ويحفظك الله بها من كل سوء، شركها لغيرك فالدال على الخير كفاعله.